اللي بيحصل امبارح في عمليه سيناء 2018 بعنوان عريض بقوله: مصر دوله نفذ صبرها. الدوله المصريه نفذ صبرها على الارهابيين ما عاد يصلح معهم تكنيكات وتكتيكات محدده. الارض المحروقه لا تبقي ولا تذر. هذا الكلام وهذا المفهوم كتبه زميلي عمرو عبد الحميد في 30/1/2015، من 3 سنين. كتبوا في المصري اليوم مقال بعنوان: الاجابه هي الشيشان. في الوطن: الاجابه هي الشيشان. ده كان مقال ربما قرأه الناس ومروا عليه مر الكرام، لم يفهموا او لم يفهم البعض ما يقصده الكاتب، لكنه بيقول انه الوضع في روسيا، وضع الشيشان والارهاب في روسيا في هذا التوقيت 94-96 كان الوضع بيماثل ما يجري في مصر الان. كان الارهابيين تفجيرات وقتلى بالمئات والعشرات والالاف في قلب موسكو. في قلب موسكو ما يجري في روسيا في هذا التوقيت بيناظر ما يجري في مصر في التوقيت الحالي. والاخوان اللي في مصر كان بينظرهم الشيشان والارهابيين وجروزني وخلافه. وللاسف عمرو الارصد في المقال بتاعه بيقول: كل ذلك كان يجري بينما كانت المعارك تتواصل بين القوات الروسيه والانفصاليين الشيشان في المدن والقرى والجبال الشيشانيه. تكبد الروس خسائر فادحه في الارواح حتى رضخ الرئيس بوريس يلسن في النهايه وقع على اتفاقيه بخلاص بتطلع الشيشان. لكن اخطر نقطه اللي جايه، اخطر سطرين لازم اركز فيهم، بقول لك: ادار الغرب معركه اخرى ضد موسكو. لما انا بتكلم بعد شويه بجيب الكلام الصحف الاجنبيه بتقول والاخوان والدول اللي بره والمخابرات والغرب ومحاوله الايقاع وفصل الدوله المصريه وتقسيم الدوله المصريه وكسر الجيش، الناس بتقول لك الناس دي بتهبل بيخوفونا. لا، الغرب ادار معركه مماثله مع روسيا. لما اجي اتكلم اقول دكاكين حقوق الانسان واللي بيحصل في حقوق الانسان ومحاوله تسويق ان مصر دوله بتعادي حقوق الانسان وبتظلم الانسان والاختفاء القسري وكل هذه المصطلحات، لما احنا بنحاول نفضح هذا الناس بتقول لا ده بيهاجموا حقوق الانسان. لا يا استاذ من فضلك، يا سيدتي من فضلك ركزي، الوطنيين يركزوا، الخونه مش عايزين يفهموا، الخونه خايفين من كلامنا اللي احنا بنقوله لان احنا بننير الطريق. بقول كتب عمرو عبد الحميد في 2015: ادار الغرب معركه اخرى ضد موسكو في اروقه المنظمات الدوليه لحقوق الانسان. اللي بيحصل النهارده في مصر في جنيف وفي امريكا والتقرير بتاع العفو الدوليه وهيومن رايتس نفس الكلام كان بيتعمل في روسيا وعلى شاشات القنوات التلفزيونيه حتى تردد صداها على المنابر في مساجد البلدان العربية والإسلامية والتي كانت أئمتها يبتهلون إلى الله لنصرة إخواننا في الشيشان. بوصول بوتين إلى الحكم تغير المشهد تماما وأصبح يفكر بشكل مختلف. أطلق بوتين تهديده الشهير للانفصاليين الشيشان وقادتهم وقال ما يلي: سنطاردهم في كل مكان حتى داخل دورات المياه. في ذلك الأثناء كانت القوات قنوات تلفزيونية المملوكة رجال الأعمال عرف بمصطلح طواغيت المال تردد أن بوتين افتعل ذلك التفجيرات بنفسه، بينما كانت العواصم العربية تهدد بوقف المساعدات الاقتصادية للحكومة الروسية وتنتقد الاستخدام المفرط للقوة من جانب الجيش الروسي ضد المدنيين الشيشان. أنا هكتفي بالقدر، لكن اللقطة اللي اتقالت هناك استخدموا منظمات المجتمع المدني والتلفزيونات والمحطات الفضائية، والمحطات الفضائية المعادية كانت تقول لك ده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو اللي بيعمل التفجيرات علشان خاطر يبدأ يسيطر على نفس الطريقة، نفس الكلام، نفس السيناريو، نفس الكشكول، كشكول الغرب، كشكول هؤلاء أو هذه المنظمات أو الأجهزة الاستخباراتية التي أرادت أن تدمر روسيا في وقت محاربتها الإرهاب بيجري الآن في المنطقة وخاصة في مصر بنفس الطريقة، بنفس جدول الأعمال. جدول أعمال الخراب واحد، جدول أعمال الخراب اللي كانت بتتبناه المنظمات الحقوقية الدولية، العفو الدولية، حقوق الإنسان، دي فزاعة بيخيف فيها النظام، لكن مصر ما بتخافش، احنا ما بنخافش. تاني بقول لمنظمات المجتمع المدني الغربية ومنظمات حقوق الإنسان الغربية
والخارجيه الامريكيه بقول، ووزيرهم جاي بكره، والانجليز بقول، والسفير سامع، كل هؤلاء بقول لهم مصر دوله ما بتخافش. مصر الحاليه مصر دوله قويه ما بنخافش من حد، ومفيش على راس مصر بطحه، ومفيش اتفاقات سريه، ومفيش حاجه مستخبيه على الشعب، كله على المكشوف. مصر دوله بتدار الان على المكشوف، كل حاجه فيه شفافيه، في وضوح للناس، عايزين الناس تفوق وتعرف اللي بيحصل، مين عدوك مين حبيبك. بقول كل ما يجري على الساحه الان فاضح وكاشف للخونه والمأجورين مش المعارضين، والله احنا مع المعارضين الشرفاء.